ما هي تقنية الكيوليد؟ كشفت سامسونج النقاب عن مجموعة تلفزيون كيوليد الجديدة في CES 2017 التي قد تكون أفضل أجهزة التلفزيون المتوفرة عند إطلاقها. ولكن ما هو بالضبط كيوليد؟ كيوليد هو في الأساس تباين جديد في تكنولوجيا التلفزيون الكمي النقطي من سامسونج. كيوليد كيو هي اختصار لعبارة كوانتوم دوت، أي تقنية نقطة الكم. أما LED فهي اختصار Light Emitting Diode. النقاط الكمومية عبارة عن جسيمات دقيقة يتراوح قطرها بين 12 نانومتر، يتم توظيفهم في شاشات العرض نظرا لقدراتهم بالاقتران مع مواد أخرى لإعطاء ألوان مختلفة وفقا لحجمها. وتتمثل ميزة ذلك في قدرتها على إصدار ألوان أكثر سطوعا وحيوية وأكثر تنوعا، وهي الألوان التي تجعل محتوى HDR أكثر تألقا بفضل السطوع العالي الذي يمكن تحقيقه. مثال على ذلك كما تلاحظون السطوع في شاشات كيوليد.